بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قوم يا فندم، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق، وهتحط لي صاجه تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانية، انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندم؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني، كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت وهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو، يلا. ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف، بس كنت بقضي مصلحه وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خالي. هدخل، بس انت بالراحه على نفسك شويه، اعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا عمر. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم؟ مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة. قومر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة. بس المرات دي بقى غير كل مرة. اتطمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. آه، ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم كدابك يا خال؟ البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس.
خليها على الله. قول على الله. رزق. عارف تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لك السر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت. شفت بالقوي قوي قوي قوي. وإيه رأيك؟ سبحان الله، الشيشة ظبطت على الآخر. إيديكي فيها سحر. أنت واقفة بعكرة ليه؟ ما تقربي شوية، أنا نظري ضعيف، ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعملي إيه؟ هعمل لك حاجة حلوة. إيه رأيك؟ الله، ظبطت كمان. هي إيه؟ الشيشة؟ لا، رجلي. طب وكده يا بنت بغير. لا 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 لا، انا بغير اصلا. طب تعالى مش هخليك تغير. يا بنت بغير، ما تخليش علي صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خليك خلاص، حد يسمعنا. طب بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه ايوه. الله، حلو كده. حلو غير بقى. بشويش يا بنت، بشويش، قربي شوية. أهو. معسل ده بتاعنا، ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا.